اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجل فرجهم وأهلك عداءهم واحشرنا معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توقا وتمتعه فيها طويلا. وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة السلف. اللهم سرحني عن الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتون، السلام عليك وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، يا أبا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة
بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله. إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن هاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبا، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شبرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله. إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالات ابنك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الخير وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه، وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. بريت إلى الله
إليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الخير وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن وولي لمن والاكم وعدو لمن فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل مهياي مهيا محمد وآل محمد ومماتي مماتا محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن أكلة الأكبر اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم
إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليه وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لا نبل ظالم ظلمك محمد وآل محمد وآخر تاب له على ظالمك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أفضل ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين و
وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام النبي وآله رحم الله من قرأ الفاتحة.